بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 25 اللي خاص بتقنية اللينك. في هذا الدرس سنناقش كروس جوين اللينك. أنا محمد ما تعرفه. بهذا الدرس راح نتعرف على الكروس جوين وكيفية استخدامه بداخل تقنية اللينك. اوكي، لاحظ انه خلال الدروس السابقه كنا قد ناقشنا الجروب جوين، الانر جوين، الليفت اوتر جوين، واليوم عمالنا بنحكي عن الكروس جوين. والكروس جوين بكل بساطه هو راح ينتج لما يعرف بكارتيشن برودكت، بمعنى او باخر انا لو فعليا في عندي تو سيكونسز، فبالتالي راح يتم اخذ كل اليمنت موجود بالسيكونس الاولى او بالكوليكشن الاولى، وراح يعمل معها كومباين مع كل اليمنت موجود في الكوليكشن الثانيه زي ما راح نشوف كمان شوي. بالنهايه عدد، خلينا نحكي الاليمنتس اللي راح يعطيني اياها الكارتيشن برودكت او الكروس جوين، هو راح يكون بيساوي عدد العناصر الموجودة بالإليمنت أو خلينا نحكي بالسيكونس الأولى مضروب بعدد العناصر الموجودة بالسيكونس الثانية. طبعا لما نستخدم احنا الكروس جوين ما في داعي انه نستخدم اون، واللي هي بالعادة بتحدد لي خلينا نحكي الجوين كي لانه مش مطلوب. تمام، خلينا نشوف هذا الامر بشكل مبسط. بالبداية انا راح استخدم عندي هنا اللي هو خلينا نحكي سيكوال لايك سنتكس، فبالتالي خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. الان بالبداية انا في عندي هنا اللي هو ديبارتمنت اي دي ونيم، وبيحتوي على تو ديبارتمنتس اي تي واتش ار. ايضا في عندي هنا اللي هو امبلوي بيحتوي على اي دي نيم ديبارتمنت اي دي، ميثود اللي هي جيت اول امبلويز، وبيحتوي هنا ايضا على خمس خلينا نحكي خمسة student أو خمسة employee. خلينا بما أننا نحكي عن employee، فبالتالي أنا في عندي هنا اللي هو خمسة employee. فبالنهاية أنا لما أطبق الكروس جوين تمام راح يكون عدد العناصر اللي هو خمسة مضروب بعدد العناصر الموجودة عندي هنا اللي هو اثنين، فبالتالي لابد أنه ينتج لي عشر عناصر. أوكي، الآن بالبداية راح أروح وأعرف متغير. هذا المتغير راح أسميه عندي result. بالبداية عندي هون راح استخدم from، وراح اعرف متغير هون اللي هو دي، راح اعمل عندي هون اللي هو iteration على اللي هو department.getAllDepartments. اوكي، وبعدك مباشرة ايضا راح اعمل another from، وهون راح اعرف عندي متغير اللي هو e، راح يكون range value راح يخدم من اللي هو employee تمام employee.dot اللي هي get all employees. اوكي، وبعدك مباشرة رح اجي الان اعمل عندي هون اللي هو select new، ومباشرة رح اجي احدد له عندي هون اللي هو عبارة عن ال e، وبعد هيك مباشرة اللي هو ال d. اوكي، زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان بعد هيك خلينا نجي نعمل for each loop. هذا for each loop بالنهاية رح اسميه عندي var، رح يعمل iterations على ال result تمام، وبعد هيك رح يكون في عندي هون اللي هو console.writeline، رح اطبع عندي هون اللي هو خلينا نجي نحكي سوري، راح يكون عندي هون اللي هو v تمام، المتغير اللي احنا عرفناه دوت عندي هون اللي هو e دوت عندي اللي هو name تمام. فبعد هيك انا راح اعمل عندي اللي هو tab، وبعد هيك راح اجي اطبع اللي هو department تاعه اللي هو عباره عن v دوت d دوت عندي اللي هو name. اوكي، بعد هيك خلينا نيجي الان نعمل رننج للابلكيشن ونشوف فعليا شو اللي راح يصير معي. الان راح اضغط على كتل واف 5، لاحظ انه هون مباشره اخذ عندي هون اللي هو خلينا نحكي الديبارتمنت اللي هو اي تي، وعمل له كومباين مع كل عنصر موجود بالامبلوي. لاحظ انه هون عندي الكويري بدات بمين؟ بالديبارتمنت، بعد هيك اخذت من عندي مين هون اللي هو امبلوي. اوكي تمام، فبالتالي هون عدد العناصر هو فعليا 10. الان لو اجيت غيرت فعليا الترتيب تمام، راح يختلف معي شكل الديتا اللي راح ترجع تمام، راح تختلف معي شكل الديتا اللي راح ترجع، لكن بالنهاية تمام راح يرجع لي خلينا نحكي نفس عدد اللي هو العناصر. لو باجي مباشرة بضغط على كتر واف 5، لاحظت انه انا اخذ كل عنصر موجود بالامبلوي وعمل له كومباين مع مين؟ مع كل عنصر موجود بالديبارتمنت. فراح تلاحظون مارك اي تي مارك اتش ار، قبل قليل لا اخذ الاي تي وعمل لها كومباين مع كل الموظفين، وبعد هيك اخذ الاتش ار وعمل معها كومباين مع كل الموظفين. اوكي، الان احنا هيك فعليا استخدمنا اللي هو سيكوال لايك سنتكس، وشفنا كيف انه الترتيب اللي هو employee department كيف بيكون، وبعد هيك شفنا العكس اللي هو department employee زي ما احنا فعليا شايفين. الان ايضا بامكانك انك تعمل الكروس جوين عن طريق استخدامك ل اللي هو select money، فخلينا نشوف كيف بامكاننا نستخدمها عن طريق select money. راح اروح مباشرة عندي هون وراح اعدل عندي هون اللي هو سيكوال لايك سنتكس، لان هون عمالي استخدم اللي هو الاكستنشن ميثود، فبالتالي راح اروح انادي مباشرة عندي هون اللي هو الامبلوي دوت جيت اول امبلويز، وراح انادي عندي هون مباشرة اللي هو سيلكت ماني، وطبعا ضمن السيلكت ماني راح مباشرة انا عندي هون اللي هو امبلويز، راح تلاحظ انه سيلكت
ماني بدها فعليا عندي هون اللي هو خلينا نحكي الكولكشن سيلكتر، وبعدك راح احط مباشره اللي هو شكل الريزلت. فالكولكشن سيلكتر راح يكون هو فعليا الديبارتمنت، فراح انادي عندي هون اللي هو department.getAllDepartments. طبعا راح اخزنها بداخل متغير، خلينا نجي نحكي مثلا اي، لان انا هنا بدي اعمل iterations على كل employee. وبعد هيك مباشره راح اقوم الان شكل الريزلت راح يكون كالتالي، راح احكي له عندي هون اللي هو اي، عندي هون اللي هو دي، ومباشره راح يعمل لي عندي هون اللي هو لامدا اكسبريشن على اللي هو الانيمال تايب تاعي اللي هو عباره عن الاي والدي. اوكي ذاتس ات. تمام، الان خلينا نروح مباشره نعمل رننج للابلكيشن ونشوف انه هل فعليا راح يعطيني كارتيزان برودكت ولا لا. انا راح الاحظ انه هنا مباشره اعطاني هنا اللي هو كارتيزان برودكت اللي هو كروس جوين زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان ايضا بامكانك انك تستخدم عندي هون اللي هو جوين ميثود، طبعا احنا لساتنا نستخدم الاكستنشن ميثود، فخلينا نشوف كيف ممكن نستخدم عندي هون اللي هو الكروس جوين عن طريق استخدامي للجوين. تمام، حتى نعمل هذا الامر مره ثانيه راح انادي عندي هون اللي هو الامبلوي، راح انادي عندي هون الميثود اللي اسمها جيت اول امبلويز. راح نيجي نستخدم الان عندي هون اللي هو الجوين، بحيث انه هون الجوين بدي الانر، والانر راح يكون هو فعليا من الكلاس اللي اسمه ديبارتمنت. راح نعمل عندي هون اللي هو جيت اول ديبارتمنتس، وبعدك مباشره راح اروح مباشره احدد له عندي هون الاوتر كي، والاوتر كي عندي هون فعليا هو الامبلوي، فبالتالي راح اجي احكي له عندي هون اللي هو اي، عندي هون لامدا اكسبريشن راح اخليه ترو، وايضا راح يكون في عندي هون اللي هو الانر كي سيلكتر، والانر كي سيلكتر اللي هو عباره عن ديبارتمنت زي ما احنا فعليا شايفين، لامدا اكسبريشن دي او عفوا هون اللي راح نحكي له كمان ترو. راح تلاحظ انه ايضا بعد هيك بدي احدد اللي هو الريزلت، والريزلت راح يكون عندي هون اللي هو انونيمس تايب، فبالتالي راح يكون عندي هون اللي هو عباره عن الاي والدي، عندي هون اللي هو ايكوال نيو، عندي هنا كمان اي ودي، راح ارجع نفس الاوبجكت فعليا. اوكي، وبعد هيك مباشره راح يكون في عندي سيمي كولوم. اوكي، اذا احنا هيك فعليا بنكون حددنا اللي هو عندي هون اللي هو الاي والدي. طبعا هنا فعليا لامدا اكسبريشن، اوكي زي ما احنا فعليا شايفين. انا لو باجي بضغط على كنترول واف 5 لاحظ انه رجع لي ايضا عندي هون اللي هو كروس جوين، فبالتالي اذا الكروس جوين بامكانك انك تعملها عن طريق السيكوال لايك سنتكس او عن طريق الاكستنشن ميثود. عن طريق الاكستنشن ميثود في عندي طريقتين، اللي هو اما عن طريق اللي هو سيلكت ماني اكستنشن ميثود، او اما عن طريق الجوين اكستنشن ميثود. اوكي، اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرس اليوم، بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.